الله وبركاته. أنا في البداية طبعا حابب أعبر عن جزيل شكري وفخري وامتناني لأساتذتي الأفاضل أستاذ دكتورة لبنى التوني وأستاذ دكتور صلاح أرجون، وهم ليهم فضل كبير عليا في الحقيقة يعني. فأنا يعني بشكرهم على الاستضافة الكريمة. أستاذ دكتورة ولاء أنور طبعا بورد جمعية جنوب مصر للسكري، فأنا بشكرهم على الاستضافة دي، وفخور جدا ان تقريبا اكون الضيف الوحيد اللي من بره اسيوط النهارده في المؤتمر، فدي يعني حاجه فخر انا بفتخر بيه. يمكن استاذي دكتور صلاح لما بلغني بموضوع المحاضره الموضوع كان فيه تحدي شويه، لانه قال لي بوست بارتم ثايروتوكسيكوزيس، بس قال لي خد بالك انه في بوست بارتم ثايرودايتس في نفس السيشن، فالموضوع شويه بيكون متشابك طبعا، وفي اوجه تشابك كتير بينه وبين الثايرودايتس، لكن هنحاول نجتهد ان شاء الله ان احنا نعمل الموضوع كونفاين شويه للثايروتوكسيكوزيس. وطبعا الاخ الفاضل الدكتور محمد فيصل، يمكن الدكتور صلاح حب يعمل دويت وبيني وبينه، الموضوعين شبه بعض، ومحمد فيصل واحمد فيصل، فان شاء الله يطلعوا بشكل كويس يعني على الثايروتوكسيكوزيس. الثايروتوكسيكوزيس من صحيح، احنا ان شاء الله هنحاول نجتهد ان احنا نعمل كده ان شاء الله. طيب في البداية أنا حابب أبدأ بكلينيكال كيس برزنتيشن، يعني دايما عشان ما تبقاش المحاضرة صلبة كده، فإحنا خلينا نبدأ الأول بحاجة كده كلينيكال برزنتيشن. إحنا عندنا مس سارة 31 سنة، جات لنا 2 مانس بوست بارتم فولو أب، وجاية عندها شوية سيمتومز كده بتشتكي منهم، جاية بأنكزايتي ببالبيتيشن بإنسومنيا. وين وي إكزامند هير تقريبا كل حاجة كانت وذن نورمال، كبلاد بريشر، ك ثايرويد اكزامينيشن كان نورمال، جاست كان فيها تاكيكارديا، سمبل تاكيكارديا، البلس بتاعها كان 105. لما جينا نعمل انفستيجيشن طبعا اول حاجه بنفكر فيها لازم نيكزامين او انفستيجيت الثايرويد، فلقينا تي اس اتش سلايتلي سبريسد كان 0.05، ولقينا الفري تي 3 والفري تي 4 كانوا سلايتلي انكريزد. طيب الحاله دي ما فيش شك ان احنا ممكن نشوفها كتير جدا في عياداتنا، ودايما هيكون الاوبشنز محطوطه قدامنا واحد من الاربعه دول. يا ترى وات از ذا نيكست بيست ستيب ان ذا مانجمنت اوف ذيس بيشنت؟ هل البيشنت دي ابدا على طول بانتي ثايرويد دراج فيها، ولا نريبيت ثايرويد فانكشن تيست ان 6 تو 8 ويكس، ولا نبدا بحاجه بيتا بلوكر زي البروبرانولول، ولا نتجه للثايرويد الترا ساوند؟ طيب جاست تو سيف ذا تايم، هنعرف الاجابه في اخر المحاضره ان شاء الله. My agenda today is a definition, epidemiology and course, pathogenesis, who at risk for postpartum thyrotoxicosis, differential diagnosis, treat or not, and at last take-home messages. Definition of postpartum thyrotoxicosis هي state of increased thyroid hormones within 1 year after delivery. حضراتكم كلكم عارفين أكتر مني الفرق بين الثيروتوكسيكوزيس وبين الهايبرثيروديزم. الثايروتوكسيكوزيس هو كل الاسباب اللي تؤدي الى انكريز الثايرويد هرمونز في البلد، انما الهايبرثايروديزم بيبقى جاست انديجينس انكريز في الساينسز اوف ذا هرمونز. عشان كده دايما الثايروتوكسيكوزيس اعم واشمل، فاحنا هنا بنتكلم في كل الاسباب اللي ممكن تتسبب في زياده الثايرويد هرمونز في البلد within 1 year after delivery. It usually occurs as a phase of postpartum thyroiditis، وده الموست كومن كوز. Most common cause اللي لازم افكر فيه لما البيشنت يجيني بوست بارتم within 1 year بثايروتوكسيكوزيس هو ان دي فيز من البوست بارتم ثايرودايتس. طبعا most common اللي بتحصل between الشهر الثاني والشهر السادس بوست بارتم، ودايما فولود بهايبوثايرويد فيز او احيانا بايوثايرويد فيز، ودايما بتكون ترانزيانت ودايما دايجنوزد ان وومن هو ويرز ايوثايرويد بيريور تو بريجننسي. طيب what about the prevalence and epidemiology؟ في الحقيقه في وايد رينج في الليتريتشرز وفي الديفرنت ستاديز في الانسيدنس بتاعها، ولكن ابروكسيميتلي تقريبا هي متوسط حدوثها حوالي 5%. طبعا بتزيد جدا مع الومن اللي ويز اذر اوتو اميون ديس اوردر، واحنا عارفين القاعده انه دايما وانس في حد عنده اوتو اميون ديس اوردر ممكن جدا الاذر اوتو اميون ديس اوردرز يحصلوا معاه، زي طبعا البيشنت تايب 1 دايابيتس، البيشنت سيستميك لوبس، الكونجنتال ادرينال هايبربليزيا، كلهم بيبقوا معرضين ان يحصل معاهم بوست بارتم ثايرودايتس وبوست بارتم ثايروتوكسيكوزيس. طيب
الموست كومون كوز للثايروتوكسيكوزس في البوست بارتم بيريود هو البوست بارتم ثايرويدايتس، والبريفالنس بتاع الثايروتوكسيكوزس فيه بيكون حوالي 4%. انما ما ننساش ان في انذر كوزز عن الثايرويدايتس، زي ايه؟ زي الجريفز ديزيز. جريفز ديزيز كونسيدرد ليس كومون كوز شويه عن البوست بارتم ثايروتوكسيكوزس، لكن لازم يتحط في الديفرنشال دايجنوزز، ولازم اعرف افرق الاثنين عن بعض، وده هنقوله بعد شويه. في كمان اذر رير كوزز لازم يبقوا في بالنا و not to be missed، زي السب اكيوت ثايرويدايتس، الديكورفان، البوست فايرال. ليه ما يحصلش بوست بارتم؟ ممكن يحصل بوست بارتم طبعا، وده بيبقى فيه دايما بينفول ثايرويد انلارجمنت. في كمان حاجات رير اكتر شويه زي البينلس سبوراديك ثايرويدايتس والفاكتيشيا ثايروتوكسيكوزس، لكن ممكن يحصل له كمان بوست بارتم. طيب what about the course؟ هو دايما الكورس بيكون مايلد وشورت بيريود، ودايما spontaneously revert للايوثايروديزم. just more severe cases، في بعض الاحيان بنحتاج بعض التريتمنتس، هنقول بعد شويه انه احنا قد نكون في حاجه الى حاجات زي البيتا بلوكر، بالذات مع الناس الهاي ليفل تي بي او. واحيانا الناس دول اللي هم سيفير كيسز وهاي ليفل للتي بي او انتي بودي بيدخلوا في بيريود بعد كده اوف هايبوثايروديزم، لكن الماجوريتي اوف وومن دايما ريتيرن للايوثايرويد باي 1 يير of postpartum period. What about the pathogenesis؟ القصة كلها هي autoimmune mechanism. خلينا نشبه القصة بأنه إحنا عارفين كلنا البريجنانسي دي بتبقى period of suppression of the immune system، وحتى دايما معروف أن autoimmune diseases بتتحسن أثناء البريجنانسي. اللي بيحصل بعد ما البريجنانسي ينتهي بيحصل زي rebound للimmune system، فبيبدأ يهاجم بعنف. كلنا عارفين ان احنا عندنا حاجتين مهمين جدا يساوي الاوتوميون ديزيز، يبقى فيه جينيتك بريدسبوزيشن ويبقى فيه انفايرومنتال تريجر، الاثنين مع بعض هيؤدوا لحدوث الاوتوميون ديزيز. ففي الناس السسبتبل انهم يحصل لهم كده، واللي عندهم طبعا الانتي تي بي او عالي، ممكن جدا يدخلوا في البوست بارتم ثايرويدايتس، والفيز رقم واحد فيها بتكون الثايروتوكسيكوز. القصه في الثايروتوكسيكوزس بتاع البوست بارتم ثايرويدايتس بتكون ديستركتيف ثايرويدايتس، القصه كلها بتكون انفلاميشن للثايرويد فوليكلز وديستركشن للثايرويد فوليكلز باي ذا اميون سيستم، وعشان كده الثايروتوكسيك فيز دي بتكون دايما ترانزيانت وما لهاش علاقه بانكريز الساينسز اوف ذا ثايرويد هرمون، لكن ليها علاقه اكتر بالديستركشن اوف ذا فوليكلز اند ريليز اوف ذا ثايرويد هرمون انتو ذا بلاد. يعني ده شكل مبسط للي بيحصل. القصه دي هيحكيها بالتفصيل دكتور محمد فيصل في الثايرويدايتس، فانا مش هدخل فيها قوي، لكن هو considered at high risk for the thyrotoxicosis postpartum. اكيد كل الناس اللي عندهم autoimmune disorder زي ما قلنا من شويه، والناس اللي عندهم high positive anti TBO تتر، اللي عندهم history of previous thyroid disease، وكمان عندنا high prevalence حوالي 70% للي عندهم previous postpartum thyroiditis. يعني الهاي ريكرنس ريت اللي دخلت في وان في بوست بارتم في اي بريجننسي في ثايرويدايتس معرضه اكتر من 70% انه يتكرر في الانذر بريجننسيز، وكمان الفاميلي هيستوري اوف ذا ثايرويد ديس اوردر. الكلينيكال مانيفيستاشن في الحقيقه هي بينلس كونديشن. الثايروتوكسيكوزز اغلبه بيكون اسيمتوماتيك او اونلي مايلد سيمتومز، لدرجه انه احيانا بيعدي حتى ويزاوت اني نوتس، يعني حتى المريضه ما بتشتكيش منه. لكن في بعض الحالات بتكون في بعض السيمتومز. ايه السيمتومز اللي اتوصفت في الليتريتشرز؟ اتوصف الهيت انتولرنس، الاريتابيليتي، الفتيج، البالبيتيشن، النيرفزنس، كلها اعراض ممكن تحصل بشكل سيفير شويه في بعض العيانين. وطبعا لما بنعمل التي 3 الفري تي 3 والفري تي 4 ليفل، دايما الفري تي 4 ليفلز بتكون اعلى عن الفري تي 3، ودي هنعرفها دلوقتي لما نيجي نفرق الجريفز عن البوست بارتم ثايرويدايتس. احيانا كمان مايلد جولتر بيكون موجود. النقطه دي مهمه في الحقيقه، ان واحده من السيمتومز اللي ممكن تيجي سايلنت خالص، لكن يحصل فيلير اوف لاكتيشن. فيلير اوف لاكتيشن تيجي الست انه مش مفيش لاكتيشن، مفيش ميلك، عندها فور لاكتيشن، فلازم واحده من الاسباب اللي لازم نفكر فيها تو بي ايفالويتد هي الثايرويد. وطبعا الهايبوثايروديزم والهايبرثايروديزم بوست بارتم الاثنين ممكن يعملوا فيلير اوف لاكتيشن، لكن ما ننساش ان في موست كومون كوزز، في كوزز اقوى وفي كوزز اشهر زي الشيهان سيندروم والبوست بارتم هيموريدج والحاجات دي، فدي لازم تكون ان مايند اند نوت تو بي ميزد. طيب هنيجي للسؤال الشهير، how to differentiate between the postpartum thyrotoxicosis and the Graves disease. ده دايما موضوع محير. انا جاييني الحاله زي ما احنا وصفناها كده الكلينيكال من شويه، طب دي انا هعرف افرقها ازاي؟ لانه المانجمنت مختلف تماما في الحالتين. الكلام ده ريكومندد بالامريكان ثايرويد اسوسيشن، مش كلامنا احنا، لا ده الامريكان ثايرويد اسوسيشن قالت لنا خد بالك انه اي وومن ديفلوبد ثايروتوكسيكوزز افتر ديليفري لازم نعمل لها دايجنوستيك، بعض دايجنوستيك ستاديز، ولازم كلينيكال كرايتيريا تفرق لنا ما بين الجريفز ما بين البوست بارتم ثايرويدايتس الثايروتوكسيك فيز. طيب
احنا عندنا عده اشياء، خلينا ناخدهم واحده واحده كده. اول حاجه التايمنج اوف دايجنوزز، دايما لو الدايجنوزز بدري شويه من الشهر الثاني للسادس بوست بارتم، ده هيخلينا اكتر ان فيفر للثايرويدايتس، البوست بارتم ثايرويدايتس. انما لو ليت شويه في الشهر التاسع الشهر العاشر بوست بارتم، يبقى هيخلينا نفكر اكتر ناحيه الجريفز. رقم 2 الانتي تي اس اتش ريسبتور انتي بودي، الانتي تراب فيري فيري امبورتنت، واحيانا بنتوجه لهم في الحالات اللي بيبقى فيها كونفليكت، زي ما اساتذتنا كانوا السيشن اللي فاتوا بيقول. يبقى اذا لو انا عملت الانتي تراب وطلع بوزيتيف خلاص ده كده جريفز ديزيز. رقم 3 التي 43 ريشيو، برضو كان اتناولناها المحاضره اللي فاتت. التي 4 دايما بيكون اكتر في الريشيو عن التي 3 في حالات الثايرويدايتس، في حين انه الفري تي 3 بيكون الريشيو اعلى عن الفري تي 4 في حالات الجريفز ديزيز. السيفيريتي اوف ذا سيمبتومز، يعني زي ما احنا قلنا انه موست كيس موست كيسز بتكون مايلد سيمبتومز في حالات الثايرويدايتس، لكن طبعا في سيفير سيمبتومز، في بقى جويتر واضح خالص السيمبتومز الاساسيه، في اكزوفسالموس زي ما احنا هنعرف النقطه اللي بعديها على طول، جريفز اوف سالموباثي، لو في عندنا اكزوفسالموس اوف سالموباثي ده على طول ان فيفور للجريفز، وهنبدا نعالج كجريفز على طول. والنقطة الأخيرة لو قدرنا نعمل راديو أكتيف أيودين أبتيك، طبعا ده هيقدر يفرق لنا بشكل واضح جدا، لأنه الثايرودايتس بيكون طبعا راديو أكتيف أبتيك إز لو، لكن ناخد بالنا أنه هو ريلاتيف كونتر إنديكيشن زي ما قال دكتور وليد في أول محاضرة في اللاكتيشن، فهنضطر نوقف اللاكتيشن لفترة لو إحنا اتجهنا أن إحنا نعمل الراديو أكتيف أبتيك. نيجي للنقطة المحيرة الثانية، هنعالج ولا مش هنعالج؟ طيب أوكي دي ثايروتوكسيك أكوردينج، بمعنى لو هي جريفز لا انت هتعالج خلاص ده بين والامر واضح. طيب افترضنا انه ده الثايروتوكسيك فيز بتاع البوست بارتم ثايرودايتس، هنعمل ايه؟ طيب القصه كلها تتلخص في رقم واحد، وده الكي، ده المفتاح، جود ايفالويشن. يبقى لازم حضرتك تعمل فيري جود ايفالويشن كلينيكالي اند انفستيجيشنال، تمام؟ ده رقم واحد، عملت الجود ايفالويشن هيبقى رقم 2 هل ده ثايروتوكسيك فيز بتاع البي بي تي بتاع البوست بارتم ثايرويدايتس ولا ده جريفز ديزيز؟ جريفز هتعالج، بوست بارتم ثايرويدايتس هنشوف. طب لو بوست بارتم ثايرويدايتس خد بالك ده ديستركتيف ثايرويدايتس، ما هوش انكريز في الساينسز اوف ذا هرمونز، عشان كده نو رول اوف انتي ثايرويد دراجز في البوست بارتم ثايرويدايتس. ناخد بالنا من النقطه دي مهمه، وللاسف ده باد براكتس بيحصل كتير، ان احنا بنشوف الناس بتبقى رش شويه ناحيه الميثيمازول كارمينازول او بروبايثايروسيل، بنكتبه بجرعات عاليه مجرد انه يشوف البيكتشر بتاعه الثايروتوكسيكوزس بوست بارت. اف سيفير سيمبتومز جاست هنحتاج البيتا بلوكرز مش اكتر، حاجات زي البروبرانولول او زي الميتوبرولول ممكن نستخدمها مفيش مشكله فيها. الكلام ده مش كلام نظري وبس، الكلام ده كلينيكال ايفيدنس بيزد ميديسن، عشان الكلام ده جه في الجايد لاينز. احنا عندنا 2017 الامريكان ثايرويد اسوسيشن، وده مرجع كبير لينا مع اليوروبيان ثايرويد اسوسيشن في علاج امراض الغده الدرقيه، وكانت مطلعين جايد لاينز للدايجنوز مانجمنت اوف ثايرويد ديزيز ديورينج بريجننسي اند بوست بارتم، وقالوا بشكل واضح وصريح انه ديورينج ذا ثايروتوكسيك فيز اوف ذا بوست بارتم ثايرويدايتس البيشنت اغلبهم هيحتاجوا بيتا بلوكرز مش اكتر من كده، وانه ده سيف وهيالفييت السيمبتومز ويزاوت اني بروبلم. مش بس كده، ده هم كمان قالوا بشكل واضح وصريح ان الانتي ثايرويد دراجز از نوت ريكومندد ان ذيس فيز، لانها ترانزيانت فيز وهتتحسن لوحدها. الكلام ده مش بس كلام الامريكان ثايرويد اسوسيشن، كمان كلام الاندوكراين سوسايتي، الكلينيكال جايد لاينز اللي نزلتها عن الثايرويد ديسفانكشن ديورنج بريجننسي اند بوست بارتم، قالوا في التوصيه بتاعتهم برضو نفس الكلام، ان السيمتوماتيك ثايروتوكسيك فروم بوست بارتم ديستركتيف ثايرويدايتس جاست استخدم البيتا ادرينرجيك بلوكينج is recommended without استخدام الانتي دايريتيك الانتي ثايرويد دراجز. ده سكيم مبسط نقدر نحطه قدامنا ونشوف بيه ازاي هنقدر نتعامل مع الثايروتوكسيكوزز بوست بارتم. طيب انا هحاول ابسطه بشكل ان شاء الله باذن الله سهل، يعني احنا هنعمل جود ايفالويشن زي ما قلنا الكي بتاعنا هو الجود ايفالويشن، وهنشوف الفري تي 3 وفري تي 4 والتي اس اتش، لو لقيناهم نورمال اللي هو الدراع اللي لوحده الناحيه دي ده خلاص احنا جاست روتين فولو اب، لكن خد بالك انه لو هم نورمال وفي بين في الثايرويد في انفلاميشن في بين، فكر في الديكرفان، لانه الديكرفان احيانا بيجي بايو ثايرويد ستيت او احيانا بيبقى سلايت هايبر ثايرويدزم، يبقى بين فول ثايرويد وفي هاي اس ار، ده هنتجه ناحيه النون سترويدال او البريدنيزولون، وطبعا ده كمان لو عملت راديو اكتيف ايوتين بنلاقيه له، لان هو وان اوف تايبس اوف ثايرويدايتس. طيب
نقينا الناحيه الثانيه، لا في اكتيفيشن سبريس تي اس اتش انكريز فري تي 3 وفري تي 4 الكلينيكال فايندنجز، هتعرف تفرق الدنيا. لو الموضوع مايلد ومايلد سيمبتومز وجيت اعمل راديو اكتيف ايودين ووقفت اللاكتيشن وطلع لو، خلاص دي ناحيه سكه الايه البوست بارتم ثايرويدايتس، وهياكد لي لو انا عملت تراب هلاقي نيجاتيف تراب. طب لا والله مودريت تو سيفير ثايوتوكسيكوزس، او عندنا حاجات زي الاكسوفسالموس زي البريتيبيال ميكسيديما، دخلنا بقى في الحاجات اللي هي تؤكد لي ان ده جريفز ديزيز، مع بوزيتيف تراب ده على طول هنتجه للانتي ثايرويد دراجز زي الميثي مازول. وات اباوت بريفنشن؟ استاذ كتير اتكلمت على موضوع البريفنشن، هسيبه للدكتور محمد فيصل برضو. اتكلموا بس في السيلينيوم، هي الحاجه الوحيده اللي ممكن عليها استاذ ان ممكن تكون بنفيت، لكن حتى الان مش اكيده. والكلام ده اتقال في الريكومنديشن انه العلاج بالثيروكسين او بالايودين، بعض الناس حبوا يجربوا الثيروكسين والايودين تو بريفنت البي بي تي، خلاص حبوا يجربوا انه يدوا الناس البوزيتيف انتي بوديز في البريجنسي ثيروكسين او ايودين تو بريفنت البوست بارتم ثيرويدايتس، لكن الكلام ده كان فيلد وعشان كده نوت ريكومندد. يبقى نرجع للسلايد اللي عرضناها في اول حاله، ايه راي حضراتكم مين البيست اوبشن من دول في الحاله بتاعتنا؟ البروبرانولول، صح؟ طيب اخر حاجه خلاص تيك هوم مسجز، بوست بارتم ثايروتوكسيكوزز از موستلي فيز اوف بوست بارتم ثايرويدايتس، ده الموست كومن كوز، لكن ما ننساش الانذر كوزز زي الجريفز وزي الديكيرفان وزي الفاكتيشيس ثايروتوكسيكوزز. ات از ان اوتو اميون ديس اوردرز، انتي تي بي او انتي بوديز از ا بريدكتور، سيمبتومز ار يوجوالي مايلد اند ترانزيانت، ديفرنشال دايجنوز فروم جريفز ديزيز از اسينشال، نو نيد فور تريتمنت ان موست كيسز، جاست البيتا بلوكر كان بي يوزد ان سيفير كيسز، اند ثانك يو. شكرا يا دكتور احمد، very very